هذا الفيديو صورته زوجتي امبارح الساعة 3:30. اتصل الضباط على أهل المنطقة في حي الرمال الجنوبي، وكان تهديدهم واضح أنه بدنا نحرق المنطقة. فصورت هذا الفيديو من شباك الدار، وتشوف الناس هم طالعين لما بدوا أهل الحارة وأهل الحي يخلوا بيوتهم. يا أخو كل الدور راحت، يعني بتحكي في دار أبو عزيز، وبتحكي في دار حجي، وبتحكي في دار الخزندار، كله راح. اليوم الصبح لما شفت صور القصف وكيف الدمار، كيف كل المنطقة متغيرة، معالمها البيوت رايحة مدمرة، حسيت أن هذا الفيديو لما تصور كان كأنه فيديو وداع للمنطقة، كأنه بشوفها لآخر مرة زي ما وعيت عليها وزي ما عشت فيها 30 سنة. البيوت، الشارع، الشجر، كان هذا الفيديو الأخير حرفيا، مش مجازا يعني، هذا عن جد كان آخر مرة نشوف فيها بيوتنا بالشكل هذا.